هل تتوقع ان صن داونز هيلعب بنفس القوه قوه المباريات الماضيه وهو ضمن الى حد كبير التاهل عن هذه المجموعه؟ هل تتوقع انه ممكن يلعب مباراه مش بنفس قوه المباريات الماضيه؟ لماذا لن يفعل؟ لماذا لن يلعب بكل قوته؟ ضع أنفسكم مكانه، أضع نفسي مكان مدرب سان داونز. أتخيل أن مدرب سان داونز سيقول للاعبي عليكم أن تفوزوا بكل المباريات، هم أذكياء ولن يلعبوا إلا بقوتهم الحقيقية. أنا على الصعيد الشخصي أعتقد أن سان داونز سوف يلعب بكل قوته الضاربة، سوف يلعب بكل مواهبه، وهذا هكذا هي كرة القدم. الفريق وجميع الفرق تبحث عن الفوز ولا شيء إلا الفوز، ونحن أيضا سوف نلعب من أجل الفوز كي نثبت أننا جديرون ونستحق التأهل للدور التالي. سوف نثبت أننا واحدا من أفضل الفرق الأفريقية. منطقي أن نلعب نحن وهم على الفوز، هذا أمر منطقي.